الشمت والشوق طريقي، شئت من فج عميق، إن من أركان ديني حجة البيت العتيق. سرت والشوق طريقي، جئت من فج عميق، إن من أركان ديني حجة البيت العتيق. جئت للبيت الحرام لألبي في الزحام، ويطوف القلب حبا بين ركن ومقام. جئت مشتاقا ألبي قصيدتنا، لم نزل نهواك يا كل المنى، كيف لا نهواك يا كعبتنا، أنت للأرواح ممحاة العنا، أنت للأرواح ممحاة العنا. كعبة الحسن هواها في دمي، القلب الضمي، وسواها عندنا كالعدم. لخليل الله طاسلم مشكاة السنا، لم نزل نهواك يا كل المنى، كيف لا نهواك يا كعبتنا، أنت للأرواح ممحاة العنا، أنت للأرواح ممحاة العنا. كعبة الحسن هواها في دمي، من نداها يرتوي القلب الضمي، وسواها عندنا كالعدم. لخليل الله طابت مسكنا، لخليل الله طابت مسكنا، لخليل الله طابت مسكنا. كيفاش كانت الخدمة بالنسبة للخدمة؟ إخوان أش أو كانت خدمة ممتازة وصحاني من هذه العمرة وهذه السيدة كرمتنا، الله يزيد بها أيامها والله يكثر لها والله يكثر لها الخير. آمين. والله يكثر لها الخير والله يسترها في الدنيا وفي الآخرة. آمين الحاج. واحد العمرة فرحانا بها وما خصونا حتى شي صعوبة. الحمد لله. وفرحانين كندخلوا وفرحانين وخلصوا المعلمين. بالنسبة للوطن الحاج كيف جاك الوطن ديالنا؟ الحيل الحيل ممتاز، الحيل الحيل الكريمة. وأول مرة في ذات بلاد ساعدة والله عمرها نهار الطيارة زوينة، المقام زين، روتي زين، مري جازانس. الله يكثر خيركم، الله يكثر خيركم. جاك هاد لوطين بالنسبة لهاد لوطين كي جاك؟ الله يرحم الحاج، الله يرحم الحاج، الله يواليه بالرحمة والمغفرة. أمين. وأنت الله يشديك في صحتك والوالدة وخوك. أمين. الله يعاونكم. أمين. وإن شاء الله إلا بقى العمر العام الجاي تاني إن شاء الله راه حنا جايين معكم. وروتير حقيقة قولها الحاج، حقيقة الحقيقة كتقال بالدقيقة. الحمد لله الحمد لله. لوطين أحسن لوطين سكننا فيه الحمد لله، لا في المدينة ولا في هنايا الحمد لله، مكة ولا في مكة. الله يكثر خيركم. والله الطيارة الحاج بالنسبة للطيارة بخير، أرفع الطيارة الحمد لله، وجينا الحمد لله. الله يكثر خيركم، نتمنى لكم عاودة إلى المغرب إن شاء الله. نتمنى إن شاء الله نمشيو عند وليداتنا بخير وعلى خير، وإلا طول الله الأمور نتمنى ونرجعوا عند الجاي إن شاء الله. إن شاء الله معكم تاني إن شاء الله. الحمد لله الأمور غادا مزيانة، الحمد لله، الخدمات مزيانة، الوطين مزيان، العمرة دازت مزيان، كل شيء مزيان، طول مع الله الأمور تتوقع على كل الأسفار. إخوان أسكو بالنسبة لهذ السنة جات فنة ومحيرة، وجينا أحسن مشية الحمد لله، وحسن مطيل الحمد لله، وحسن
سي قبل تقبلونا هاد الناس بالفطور بالمعقول بكل شيء، وهذا البنت هذه ادات معنا الواجب الحمد لله، ما عندنا ما نقولوا فيها حتى حاجه الحمد لله. الناس راه جاوا اكثر منا وراه زعروا من هيه لا قربتنا شهاده لله بالحقيقه بالله. انا قلت هذا ملي جات الحمد لله، قلت له شوف يحسن الطيب يحسن الناس يحسن سي قبل يحسن الوطيل، هو اللي نجدوا فيه حاليا هو هذا الوطيل، هذا هو اللي نجدوا فيه حاليا. الحاجة عصاب ولا ذا كيطلعوا لك الحمد لله، والله القاسم ما كيخليكش دارت عا شي حاجة كيطلع صغو ذلك الحمد لله، صغو بلي راهو باين يطلع صغو في الحين الحمد لله. الله يعمر لهم الدار، الله يعمر البلاد اللي جاوا منه الحمد لله. وانت يا اختي اديتي الواجب الحمد لله وقمتي بينا احنا الاولين، والله القاسم ادى لنا هذا السيد هذا حسن عمره ولا تشلا العمر ان شاء الله. مرحبا الحاج، نجيب له قرايس كلها ان شاء الله، راه شتو ثلاثه الناس ونفضلوا. مرحبا، قال لك راها عمرنا. مرحبا الحاج، والله القاسم الله يشفيك على خير الحاج عبد الوليد، انت وباك والوالده ديالك ها خيره الله يعمرها دار، ومولاها طلاجه الله يعمرها دار، والوطير احسن وطيب ما عندنا ما نقولوا الحمد لله. هذه من جهه، ايه من جهه ثانيه، من جهه ثانيه اشنو هي حاج مثلا كيفاش كان عندكم الاستقبال في الوطيل؟ كيفاش كلشي داز عندنا مزيان الحمد لله، الاستقبال كان مزيان، الوطيل مزيان قريب ما عندنا حتى شي صعوبه الحمد لله. اللهم لك الحمد. البنت اللي جابتنا ثاني الله يعمرها دار جابتنا وميما جابتنا احسن وطير الله يرحم الحاج والله يخلي لها ميمتها وخويها عمرها سلعة. لوطير كي جات الحاجة حنا جينا وغنعاودو معاكم. مرحبا بك، ناس مزيانة ما عمركم الدار، ما خلصنا حتى شي خير والحمد لله. كنتي تتمنى الحاجة الحمد لله حبيبي، راه ديال النصار نلقاو حيين نجيو اربع د المرات ولا خمس. مرحبا الحاجة، مرحبا بك العظيم، نتوما ناس مزيانة ورحبتو بينا الحمد لله. مي الطيارة انت اللي رحبوا بينا، مي الوطير رحبوا بينا، عندنا الجامع تنصلي الحمد لله كلشي موجود الحمد لله. وعليك الحمد عليكم، كي جاك العمرة ديال هاد السنة باش نقولوا كانت أصفر إخوان أشقر كلشي داز عندنا مزيان كلشي داز خير الله يكثر خير هاد المرأة. شكون هي؟ أميمة الله يرحم الوليد ويحفظه الوالدة آمين، والله يخرج عمرها على خير وبخير آمين. خرجنا مزيان عشنا مزيان الحمد لله، هذه أول عمرة عندي معاك وباقي ان شاء الله الرحمن الرحيم. مرحبا بك الحاج، كل سنه وانت طيب. العائله ديالي مراتي وولادي وانا ان شاء الله خلاني الله العام الجاي ان شاء الله الحمد لله الحاج. مرحبا بك، موجودين معاك ما كاين حاجه، ما خسرتينا حتى نظر الحمد لله، ما نقولش في شي حاجه اللي قال لك شي حاجه راه عدم راسه لا يقول حقيقه انا كنقولوا انا ماشي كنخاف منها ولا شي كنقول حق اللي ظلمها راه عدمها الحمد لله، ودات التقليد ديالها على الرقبه ديالي انا الحمد لله، على رقبتها هي حيت علاش هاد المراه خدمت فوق المجهود ديالها، احسن سفر احسن طياره احسن مركوب احسن اوطيل فين ما بغينا كنمشيو فما كنحتاجو كتوقف عندنا الله سبحانه وتعالى، فين ما كنحتاجو كتوقف عندنا الحمد لله. فين ما كنشوفو الحاجه على المزارات، اي المزارات حكينا المزارات شفناهم كاملين، الحاجه اللي ما عمرنا شفناها شفنا بحياتنا الحمد لله، هذا مفضل الله الخير ديال ربي الحمد لله. الله يرحم الحاج امين، الله يرحمه ويجدد عليه الرحمات ويجدد عليه امين الحاج، الله يرحم الوالدين. كيفاش الخدمات ديال وكالة أصفار إخوان بالنسبة لهذ السنة الحاج؟ أحسن سفر، أحسن عمرة، الحمد لله، أحسن أوطيل، الحمد لله، أحسن خدمات، الحمد لله، لا في المدينة ولا في مكة المكرمة، شفنا أحسن خدمات الأخت أميمة، الحمد لله، كانت واقفة معنا دائما غادة جاية ما كتنساناش، الحمد لله، دائما كانت واقفة معنا، وقفت معنا بزاف بزاف في المطار. شهادة لله قول حقيقة الحاج. كنت معنا في المطار في الكيران في البازارات، سالينا جميع البازارات زعما كنا في واحد الجو عائلي اخوي، ما كانت عندنا حتى شي مشاكل، كنا الحمد لله في احسن. نتمناكم الحاج ترجعوا لبلادكم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله.